صباح الخير. ما بعرف إذا في مقاربة جديدة بعالم العمارة، وهل نحن قادرين ننتج الحداثة بهيدا العالم ولا بعدنا عم نستوردها من الخارج؟ مواضيع كثيرة ممكن تطرح ضمن عالم العمارة والعمران، وكان في مؤخرا ندوة حملت عنوان العمران زمان ومكان، ورفقها ثلاث معارض تحية لغزة والجنوب اللبناني ومعرض توثيق التراث العمراني بالريف اللبناني. التفاصيل رح ناخدها مع ضيفي دكتور حبيب صادق، رئيس مؤسسة جادرجي من أجل العمارة والمجتمع ومنسق اللقاء العمراني بالمشرق العربي، كما أنه أستاذ مساعد بالجامعة اللبنانية. صباح الخير. سعد صباح. أهلا وسهلا. والشكر الكبير لهذه المؤسسة التي تمثل تضامن الشعب اللبناني باعتباره خارج السياقات التفتيتية اللي ممكن عم نعيشها بهذه الفترة. وهي مش أول مرة هذا استوديو بيستقبل مواضيع بهذا البعد والعمق الثقافي والاجتماعي حتى. أهلا وسهلا فيك، بتشرف. دكتور، رح أبدأ معك بالبداية قبل ما نحكي عن المعرض وتفاصيله، بدي أروح شوي لأنسنة العمارة وتعريف العمارة، شو الفرق بين عمارة وعمران؟ يعني العمارة هي ليست العمران. العمران بالمفهوم الخلدوني هو مجمل الحياة الإنسانية بإنتاجاتها الحضارية، لأنه ما بين الحضارة والعمران استخدمت كلمة عمران، واللي بتطال الواقع الاجتماعي للمجتمع، بتطال إنتاجه، بتطال نظام الحياة فيه، الدين، التقاليد، كل مجمل المكونات التي بتشكل أساس لمجتمع لنقول عنده يمتلك عمران بريفه ومدينته. فهي مجمل الإنتاج الإنساني، والعمارة هي المجال الذي ينتج فضاءات الحياة. فالعمارة تبني مساحات السكن، مساحات العمل، مساحات الترفيه، وبنفس الوقت ترسم المحيط الطبيعي لهذا العمران. وانطلاقا من هون مهم جدا المقاربة اللي عم نحاول نعملها اليوم، إنه الإنتاج المعماري هو ليس معزولا عن مفهوم العمران، واللي مركز بشكل أساسي اليوم بإشكاليات بلداننا بالعالم العربي هو بإدارة مجتمعاتنا. قديش قدرتها هذه الإدارة على أن تمتلك رؤية، أن تمتلك مفاهيم اقتصادية مستقبلية بتنعكس على العمارة، فتصبح العمارة هي أداة تحقيق فضاءات الحياة. يعني إذا ما نحكي عن الخصوصيات العمرانية، هي مرتبطة ارتباط وثيق بالزمان والمكان. صحيح. وبحياة الناس. يعني إذا بدي أحكي عن مفهوم العمران بشكل عام وارتباطه بالمكان، قدي هيدا الشيء بيغير بمعالم أو بالهندسة المعمارية بشكل عام. نحن بس نحكي بهذا المجال اليوم في مجموعة كبيرة من الآراء إلى علاقة بمفهوم الحداثة بحد ذاته. هل الحداثة هي مفهوم عربي أو مفهوم له علاقة بمنطقتنا، أم الحداثة هي مفهوم غربي وأتت إلينا وتعاملنا معها يمكن بكثير من الأحيان بعقلية الاستشراق. حتى اللي درسوا واللي تخصصوا بالخارج تعاملوا وكأنها عملية إسقاط، نوع من استيراد شكليات عمرانية ومعمارية، إن كان بما يتعلق بإدارة المجتمع أو فيما يتعلق بالإنتاج المعماري الذي انعكس على المدن والريف اللبناني. فهذا الموضوع، في مقولة رومانية كانت تستخدم جينيوس لوتشي، والتي تعني أحيانا تترجم بعدة أشكال لحتى اللي تقدر تلبي المصطلح، واللي بتقول جينيوس لوتشي هي عبقرية المكان. إذا ما نترجمها ترجمة حرفية، ولكن ممكن نطلق عليها نحن روح المكان. وروح المكان أحيانا زميلنا العزيز معاذ الألوسي بسميها جني المكان. طبعا لأنه بغدادي يمكن المصطلح. عم نشوف بعض الصور المكان هذا اللي عم نشوفه هلأ هوني،
المكان هو المحدد الأساسي لنمط العمران، لأنه المكان ليس فقط مجرد مكان وجوده فيزيائي، المكان هو حاضن للمجتمع، للجماعة التي تعيش في هذا المكان. والجماعة هي الإنسان، الإنسان هو صانع المكان، الإنسان المكان خارج الإنسان مش موجود. نحن التي أعطينا للشمس اسمها وللقمر اسمها وللأماكن أعطينا اسمها عندما عشنا فيها، وأصبحت الأمكنة بتعكس الجماعات، بتعكس شبكات الثقافة التي تعيش فيها. عم نشوف هون نموذج من برج الشمالي اللي هو برج، هو برج صليبي عمره بال عم نحكي عن تاريخ الحضارات يعني هون طبعاً. إذا بدنا نروح بالتفاصيل طبعاً. يعني إذا العمارة هي نوع من هيدا التاريخ وأنسانتها كمان يعني بمحل معين، لأنه عم نحكي عن مراحل زمنية لا بديش فوت دغري عايش فيها الإنسان، بديش فوت دغري اليوم ودرك أثر تاريخي طبعاً. يعني مثل عم تشوف هون هذه عمارة برج عسكري صليبي، نعم. هذا رممناه ببرج شمالي بمبادرة من أبو شريف وهبي اللي هو للأسف هو بيملك، يعني مش للأسف إنه ليش بيملكه، بس هو بماله الخاص رممه وحوله إلى نوع من مركز ثقافي للبلدة، نعم. تحولت وظيفته. كان الزمن هذا بنو الصليبيين، عم نشوف الصور قبل والصور بعد الترميم، وهذا تحول إلى حفظنا بعد الترميم على روح، حفظنا عليه، حفظنا على روح المكان، نعم. والترميم منهجي أن لا نتدخل ولكن نحافظ على عتق المكان، على قيمة المكان. تغيرت وظيفته ليبقى حي، ليبقى حي. عم نشوف هوني كمان هودي الصور، الصورة اللي بعدها هلأ بتبين كيف تحول هذا الفضاء اللي هو ليصير مساحة للنشاط الثقافي، نعم. بس بما يتعلق اليوم بفكرة الـ 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 المكان والزمان والإنسان، اليوم نحن رحنا إلى أنماط من بس بدي قبل ما نروح لهيدا الموضوع، لما نعمل ريستوراسيون أو إعادة ترميم لهيدي العمارات تحديدا، رح تضل محافظة على هويتها ولا رح تفقد الهوية تبعها؟ ما بدي، هو الترميم أحد وسائل الحفاظ على الإرث التاريخي، فالترميم هو مش مجرد عملية تقنية، هو عملية ثقافية مرتبطة بإعادة التأهيل. ما بنستخدم إعادة الإعمار أو إعادة البناء، بنستخدم إعادة التأهيل، يعني بنستخدم البنية الفيزيائية بنعيد تأهيلها وبنحافظ عليها بكل تقنياتها بكل موادها، وأن لا نقدم على التزوير، وأن لا نقدم على التزوير، تبقى ملامحها الأساسية حاضرة، وممكن نغير وظيفتها، ممكن نغير وظيفتها، فهي بحد ذاتها قيمة، إلى قيمتها التاريخية المعنوية وإلى قيمتها الفيزيائية كبنى تمتلك مقومات الجمال والتقنية والمعنى والهوية بكثير من الأحيان عند المجتمعات الإنسانية وشبكة الثقافات. فانطلاقا من هون الترميم، يعني أنا بعطي مثل، كنت بدي أجيب صور فرجيهن على بيت طيني بشمصطار صاحبه شاعر وقديم، مشان هيك سمح لنا، فعمره 150 سنة من الطين. استخدمنا الكونسبت، الفكرة الأساسية هي أنه إني أعلق زمني على جدار أبي. عم شوف هوني صور من اليمن، هذه بلدة الهجرين، هذه نمط من العمران المستمر الحياة فيه من فوق 1000 سنة. هذه بلد الهجران، هي بلد امرؤ القيس الشاعر على فكرة، بعد قائمة بهذا الشكل. هذا النمط العمران بيعكس المجتمع اللي عايش فيه واللي بيمتلك تقنيات محلية بتعبر عن هوية. هذا حصن في محيط العاصمة صنعاء عمره فوق 2000 سنة اسمه بيت بوس، وهذا الحصن ما زال شغال والناس عايش فيه، ونشوف على بنيته واللي بيعبر كمان عن خصوصيات مكانية. هذا اللي السؤال اللي طرحته، المكان على طول بيعكس صيغة المجتمع اللي عايش، صورة شعبه، صورة شعبه والمواد المتوفرة، نعم. وبنفس الوقت بيبقى خاضع بشكل كتير كبير للجغرافيا وللمناخ، نعم. مشان هيك نحن بيحصل عنا نوع من التعدي على هذه الوقائع، وبنروح إلى حلول معاصرة خارج قدرة المكان أول شيء على تحملها،
وخارج سياق المكان ومجتمعه المحلي. كنت حكيت بنقطة كتير مهمة، هل في مقاربة ما بين العمران الحالي أو العمارة الحالية والحداثة المستحدثة من الخارج؟ يعني لو مثلا تحكي عن التحولات الحضارية والحديثة، يعني بنعرف كلنا أنه ما رح نبقى علقانين بمرحلة زمنية معينة، بالعكس هيدا العالم هو بتطور مستمر. فبرأيك اليوم عم تعتبر أنه نحن لما نستحدث العمران من الخارج أو نتأثر فيه، هيدا الشيء بيأثر على هوية البنيان والعمران لكل بلد أو لكل حضارة، وهيدا الشيء كمان رح ينعكس على الريف ولا رح يبقى ضمن المدينة؟ هو السؤال اليوم خاصة ببلداننا العربية، وبشكل خاص استخدم النموذج بيروت بشكل خاص، انه اليوم نحكي عن بيروت فيها اشكاليات كتير كبيره، بس بيروت بالسبعينات او بالستينات كانت مدينه شغاله، لانه كانت ببناها التحتيه ببناها العمرانيه تستجيب لحاجات المجتمع، يعني كان فيها نقل عام، كان فيها اسواقها، كان فيها عدد سكان مناسب لحجمها. اليوم اصبحت مدينه قدامها تحديات البنيه التحتيه، تحديات النقل، تحديات الحفاظ على تراثها. فالقضية الأساسية بهذا المجال، نحن مدننا مدن متراكمة، يعني بيروت وقت حفريات بيروت اللي أنا شاركت فيها باعتباري مختص بالمجال، بيروت بننزل 4.5 أمتار عندنا 7 حضارات متراكمة فوق بعضها، فهذا جزء من المدينة. ما فيني استبيح المدينة وابني خارج سياقها وخارج الحفاظ على إرثها. يعني أنا بدي أبني للمستقبل لكن بدي أحترم الماضي بنفس الوقت. مهم جدا، وهي واحدة من التحديات الكبيرة بمدننا العربية بشكل عام وبلبنان بشكل خاص، نحن عندنا 30-35% من البنى العمرانية اللبنانية هي بنى تراثية بالقرية وبالمدينة. المشكل أنه من الناحية القانونية عندنا قصور كتير كبير، ومن ناحية إدارة العمران عندنا مشكل. هذا المشكل مثل ما تفضلتي عم تقولي انه التحولات بدأت تحصل، تحولات حاصلة لتلبي حاجات الأزمنة، يعني كل زمان وحاجاته مختلفة، صحيح، واقتصاده مختلف وعمرانه مختلف، ولكن هذا لا يعني استبدال المدينة بمدينة، لأنه المسألة تتجاوز فكرة انه التراث هو هوية، تتجاوز لأنه هو استثمار. شو مقصدك استبدال المدينة بمدينة؟ انه ازيل المدينة القديمة، يعني اعادة بناء مدينة جديدة وابني بناية جديدة، وهذا عم يحصل بكتير من الـ من الـ من الـ من الـ التجارب اللي عم تحصل عنا. فالقضية الاساسية هي تواصل المدينة، لانه هالبنى التراثية هي استثمار، هي استثمار وليس بالماضي، هي استثمار في مستقبل مدننا، يعني الا وظيفتها. يعني بعطي امثلة، انا انه اليوم احياء مثل الجميزي ومار مخايل كل الخدمات اللي هي موجودة فيها ثقافية وترفيهية والآخرة موجودة بالبنى التاريخية اللي فيها، بالبنى التراثية اللي فيها. اليوم أنا إذا بدي أعمل مكان منتعش والآخرة بروح على المدن القديمة، بروح على طرابلس، بروح على صيدا، بروح على صور، يمكن لأنه بيروت بعد ما عمل المرفأ تهدمت المدينة القديمة وتحولت إلى أحياء. أحياءنا بترجع ل 1848-50-60-70 وبداية القرن، وبتتقسم بين عمارة كولونيالية عثمانية وعمارة كولونيالية فرنسية وعمارة الاستقلال وعمارة الستينات والنهضة اللي حصلت بلبنان. منشان هيك ما فينا اليوم، عندنا مفهومين، عندنا التراث الذي يعبر عن تاريخ البلد وعن تأصله وعن هويته وعن إمكانية استثمار هذا التراث بحياة الناس كمرجعية اجتماعية. اليوم اللبنانيين بشو بيفتخروا؟ بالفشل اللي عم يحصل بإدارة سلطتنا، ولا بيفتخروا بإرثهم اللي على طول بشكل نوع من المرجعية للتضامن الاجتماعي؟ كل اللبنانيين لأنه رافضين هالزمن، بيقولوا يا ريت نرجع للماضي. بس إنه نحن القضية الأساسية اليوم، أنا يعني بوزارة الثقافة عم ينطرح هذا النقاش، إنه قديش قادرين نعمل نوع من المفهوم اللبناني للحفاظ على التراث العمراني بمستقبل مدننا وريفنا. هي نقطة كتير مهمة عم تحكي فيها. برأيك اليوم قادرين نمزج ما بين التراث بزمننا الحاضر؟ طبعا خاصة من الناحية العمرانية. هو عندنا مشكل نحن، إما هو مشكل بالعالم العربي بشكل عام، وعندنا مبين
نحن عندنا نوع من الـ من الـ من التحدي امام الحداثه القادمه من الغرب. احيانا ننتصر ونخضع كل التقنيات اللي عم نجيبها والمفاهيم اللي عم نجيبها بما يتلائم مع نسيجنا الثقافي والاجتماعي ومفهومنا للحداثه ببعد المكاني. وفي تجارب فرديه قطعت بالعالم العربي انه نحن نقدر ننتج حداثه خاصه بالمكان تقدر تحافظ على التراث باعتباره هو جزء من مستقبل المدن، يعبر عن حق عام للانسان، عن حق عام للانسان، لانه فضاءات المدينه كل الملك العام هو حق انساني حق عام. او نحن بننهزم امام الحداثه، شو عم بيصير؟ عم تروح تتخبى الناس بالماضي، عم ننقي سلفيات معماريه مثل ما بننقي سلفيات دينيه، وبنجيبها بنشترها اشترار اللي هو اعاده بنائها باعتبارها هويه مستورده من الماضي. بنخسر حاضرنا وبنخسر مستقبلنا، بنخسر حاضرنا وبيعود عنا مستقبل. فمشان هيك جدا مهم انه بالجامعات بالتعليم بالمجتمع، يعني احنا الاحداث اللي حصلت مع نهايه الحرب الاهليه لليوم عملنا مجموعه كبيره من المشاريع، ما بدي اسمي هلا، بس قسم من المشاريع قطعت المدينه. اليوم عم نطرح مفهوم بعد انفجار 4 آب اللي حصل بالمرفأ، هو مفهوم اعاده نسج مدينه بيروت، اعاده خياطتها، اعاده ربط الاحياء البيروتيه ببعضها باعتبارها عاصمه حاضنه لحداثه البلد، مش بس لحداثه المدينه، وحاضنه لارثها من الحفر الاثري. نحن بتعرفي شو من المدن القليلة بالعالم العربي مثلا أو بالعالم اللي عندها حفر أثري وعندها بنى تاريخية، وهي تعطيها قيمة للاستقطاب جدا مهمة. السياحة هي ليست فقط سياحة مثل ما بيقولوا ترفيهية أو سياحة بأبعادها اللي ممكن أحيانا اجتماعيا تكون مقبولة أو لا، كمان في سياحة ثقافية، في سياحة عائلية، في سياحة دينية، في أكثر من نمط. وأنا بعتقد لبنان بالقدرات اللي بيملكها بإرثه هي جزء أساسي من حواضره بالمستقبل باعتباره أحد حوافز الاقتصاد وأحد عناصر الترفيه الاجتماعي بملكيته لهذه المساحات، لأنه هذه الفضاءات العمرانية التراثية هي ملك عام. يعني نحن بس ننزل على ساحة الشهداء، بس نروح على بعلبك على الأثار، بس نروح على المدن القديمة بطرابلس، هاي فضاءات للحياة لكل فئات المجتمع اللبناني. مشكلتنا الأساسية بمرحلة من المراحل رحنا إلى مفاهيم ليبرالية ونيوليبرالية بتلزيم البلد إلى رأس مالية. طيب اليوم شو المشكلة؟ حتى كان في ندوة ببيروت بالتعاون مع اللقاء العمراني نظمتها نائبة المهندسين حول أنثروبولوجي المكان تحت عنوان العمران زمان ومكان. ليش؟ شو حبيتوا تحكوا؟ يعني شو المشكلة اللي بدكم تطرحوها؟ شو الحلول اللي رح تلاقوها للمشاكل اللي انتم عم بتعانوا منها؟ طبقات العمران بالمجتمعات بيحددها شو؟ شغلتين: الحدث التاريخي اللي بيبقى عم يمرق بالمكان، والمجتمع وثقافته في ذاك الزمان هو اللي بيحدد صورة الزمن الذي أنتج فيه هذا العمران. والعمران مش بس العمارات، الفضاءات، الحدائق، الطرقات، الأماكن العامة، مباني الدولة. يعني وفق ما قالوا مثلا يعني الدكتور خالد زيادة، أنه مثلا أعطى مثل أنه أول ما إجت الحداثة وبلش توسع الطرقات والاتصالات، كان ردة فعل الناس أنه هذا الجيش عم وسع الطرقات لحتى لي تقدر الدبابات وتسيطر على المدينة. انه كان في موقف سلبي من التوسيع، لانه في فهم عنا الحداثة ما اجت من قلب عنا نحن بالتطور الاجتماعي اللي حصل مثل ما حصل باوروبا الثورة الصناعية واللي ادت الى تطوير والى ثورة في العمران وفي تركيبة المدينة. نحن كنا مدن قرون وسطى اذا بدك، يعني كانت اغلبها بنهايه القرن التاسع عشر كلها مدن مصوره اغلبها، واجت الحداثه مع بدايه القرن. يعني نحن ما عندنا مفهوم المقهى، المقهى اجى مفهوم اوروبي،
دخل علينا مع الفرنسيين، يمكن كان موجود مكان للخدمات مثل الخان مثل الأماكن للمسافرين يرتاحوا ويلتقوا فيها، بس مفهوم المقهى بالشارع مفهوم. إجا البنك بلش يحل محل شغلات كتيرة، كانت الساحة إما كنيسي أو جامعة، حتى المولات بتحوي محل تجارية اللي كنا نشوفها قبل بالأسواق، حتى التجارة عادة. كانت سوق صارت بعدين نعم. مول إلى آخره من هاي التفاصيل. حتى مباني إدارة الدولة، مباني إدارة الدولة ما كانت إجت مع 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 الاستعمار الفرنسي نعم. وانبنت مجموعة من الأبنية اللي هي أبنية كان عندها خصوصية، واللي إجوا مع العثمانيين ومع الفرنسيين مثل السراي، لأنه كمان حتى تركيا تأثرت بالحداثة الأوروبية كونها آخر إمبراطورية قبل الحرب العالمية الأولى، فانتقلت لعنا وصار مفهوم المستشفى ومفهوم البريد ومفهوم هكلها عناصر دخلت وشكلت صور مدينتنا. بالبداية كانت علاقتنا مربكة مع هذه النمط اللي عم يتغير، ولكن بعدين نحن اللي بدي يقوله مشان بوقتنا الضيق، بعدين نحن صرنا مطالبين بأن نبتكر حداثتنا التي تلائمنا، يعني بمعنى آخر قادرين نبتكر الحداثة، بتعرفوا نبتكر الحداثة الملائمة فينا، يعني نحن من عندنا بدون ما نستعين بالخارج الخارج أو ننسخ عن الخارج. ما فيك تقولي بتستعين ولا مستعين، تكنولوجيا اليوم موجودة بالخارج، يعني رح استورد الإسمنت، رح استورد التقنيات، رح السيارة مش أنا عم بصنعها يعني. وكل هذه التفاصيل، بس أنا بدي خضعها لتلائم بيئتي بيئتي أول شيء الطبيعية والمناخية وبنيتي التحتية وبيئتي الاجتماعية يعني أنا عندي نفس المدينة المبنية ببيروت هي ذاتها نفس القواعد والتقنيات مستخدمة بباريس، بس في مجتمع باريسي مختلف عن المجتمع البيروتي، بديش أقول اللبناني، لأنه نحن بتاريخنا هاي الأنثروبولوجيا اللي كنا من خلالها الندوة، أنه نحن بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام تاريخنا مبني على مفهوم المدينة الدولي. كل مدينة مثل دمشق، بغداد، البصرة، بيروت، طرابلس، نحن لبنان، ما فيك تقولي طرابلس هي صيدا، ما فيك تقولي صور هي بيروت. فهذا التنوع العمراني ما في إمكانية لنذوبه في مصلحة وخدمة رأس المال أو أوساط بالسلطة عندها رؤية إجت سيطرت على الدولة وفرضت رأيها بكيفية إدارتنا للبلد ومفهومنا للبلد. أنا رأيي ومع رأي ناس كتير إنه اليوم نحن بعد الحرب العالمية الثانية رحنا إلى بعد مستسلم أمام المركزية الغربية أو هرب إلى الماضي. اليوم مطلوب العمل على خلق وعي ورؤية محلية تحدد دورة وحاجات استنادا إلى إرثها وإلى شبكاتها الثقافية، وتطرح مفهوم دورها في صناعة حضارة الإنسان. لأنه الألماني لما عمل الحداثة استخدم مواد هو مخترعها، هو مبتكرها. أنا عندي قدرات أنه خضع، يعني في تجارب حصلت من رفعت الجادرجي لمحمد مكية لحسان فتحي لراسم بدران حول مفاهيم العمارة الحداثية بطبيعها المحلي. للأسف هاي التجارب بقت تجارب فردية، لأنه اليوم مهيمن على التعليم بالعالم العربي بلبنان نوع من الاغتراب والاستسلام الكامل إلى نوع من التيارات العالمية، واللي هي مش تيارات عم تبني لكل الناس. يعني زها حديد مع كل المحبة تعتبر معمارية من أهم الذين عملوا ديزاين، بس عمرتها لمين؟ لفئة محددة، لسلطة أو لا فئة اجتماعية، ولكن في ألاف المعماريين اللي عم يشتغلوا لمصلحة مجتمعاتهم ومدنهم وريفهم، وعم يطلع عمران لائق للحياة، لأنه بالأساس بالقرن التاسع عشر انتشرت الفكرة الاشتراكية مش بإطار الإيديولوجي عند المعماريين، أنه كل التكنولوجيا بدنا نخضعها على خدمة الإنسان. طيب أنا وين موقعي بهذا الموضوع؟ موقعي بهذا الموضوع يعني كنا عم ندردش شوي أنه شو المطلوب؟ مطلوب بس يلاقي سقف يقعد تحته العربي أو اللبناني، ولا مطلوب يعيش بفضاء
معماري وعمراني جميل ويعكس حضارة المجتمع ويعكس هو نحن مين. صحيح صحيح. على كل حال الحديث يطول بس رح أذكر على السريع هيدي الندوي حاضر فيها النقيب عارف ياسين، دكتور فواز طرابلسي، دكتور خالد زيادة، المعمار معاذ اللوسي، وحضرتك دكتور حبيب صادق قدرت الندوي. بدي أشكر وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك، رئيس مؤسسة جدرجي من أجل العمارة والمجتمع ومنسق اللقاء العمراني بالمشرق العربي وأستاذ مساعد بالجامعة اللبنانية، شرفت يا هلا. يعطيكم العافية ومشكورين على هذه المبادرات اللي هي ممكن تساهم كمان في خلق نوع من الثقافة والوعي عند حق مجتمعنا وإنساننا بأن يعيش في عمارة مناسبة له وطليق به وعالم جميل. شكرا. أهلا وسهلا. رح نروح نحن وياكم تحت نتابع ريبورتاج حول الشباب والسلام والأمن والعمل الإنساني ببيروت من تنظيم شبكة القاضي والقائدات نحو السلام في لبنان.